نبقى في الشأن الدبلوماسي دائما، لكن هذه المرة من بوابة الاقتصاد، حيث عمدت الجزائر مؤخرا إلى تطوير الدبلوماسية الاقتصادية من أجل زيادة حظوظ البلاد في اقتحام الأسواق الدولية والإقليمية. ماريا العجال. حراك دبلوماسي اقتصادي لافت تشهده الجزائر منذ فترة على الصعيدين الإقليمي والقاري، حراك يهدف لتحقيق توسع اقتصادي في المنطقة، مما يعتبر تحدي كبير للشركات الجزائرية. ما عندناش مؤسسات مؤهلة لغزو السوق الإفريقي، لذلك لابد من تأهيل المؤسسات من أجل الوصول إلى هذا الهدف المرجو. تفعيل البعثات الدبلوماسية الاقتصادية في السفارات لتنشيط التبادل الاقتصادي مع البلدان خطوة من شأنها تحفيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان المضيفة. اليوم السفارات مطلوبة باش تدير ملحق مالي وملحق تجاري كما كاع السفارات، المعايير تاع السفارات الدولية. هذا لماذا؟ باش نديروا التعميم وباش نحافظوا على السلع الجزائريه. اليوم شوفوا، نعطيك معلومه، اليوم الطماطم في الجزائر والثوم راهي تتباع في فرنسا ب 8 اورو، في الجزائر الثوم كانت تترمى في واتشوف ب 5 دنانير. اليوم لازم السفارات تلعب الدور تاعها وتولي عندها مردوديه باش دير تعميم كل المنتجات الجزائريه. تنميه الدبلوماسيه الاقتصاديه قد تعطي زخما جديدا للاستثمار في الجزائر، كما ستزيد من حظوظ البلاد للخروج من التبعيه الريعيه.